اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ العالمي، يعني حاجه كده من المطابخ الدوليه اللي بنسمع عنها، بنروح على مطاعم يقول لك يعني ايه حلاوه الجزر. هقول الجزر ده بيتعمل نوع من انواع الحلو، احنا عارفينه نحطه في شوربه، نعمله مع رز بشعريه مثلا نغذيه بشويه جزر، نعمل سلطه منستروني، الحاجات دي كلها. ولكن الجزر النهارده دي حلوة مشهورة جدا في المطبخ الهندي ولها تاريخها في المدن الهندية. هتقدم معاها ايس كريم، اسرارها وعمايلها هنشوفها مع بعض، لان انا جايبها من الهند خصيصا لحضراتكم نشوف هنعملها مع بعض ازاي ونشوف اسرار حلاوة الجزر بالحبهان والمستكة. معانا كمان اكلة مشهورة جدا في المطبخ الروسي اللي هي الاسترجانوف بالمشروب. البعض يحط له مشروب، البعض يحط له كريمه لباني، ممكن تتعمل بالوايت صوص بالريد صوص، هنشوف الكلام ده واسرار عمل السرجانوف النهارده. عدله في رز بالشعريه، مكرونه زي ما هنشوف مع بعض. وعلشان خاطر حضراتكم كمان المطبخ الطلياني مشهور بالباستا وانواع المكرونه، وكتير بيسالوا على السوشيال ميديا المكرونه بالبشاميل بتفرط مننا، فالنهارده هعمل المكرونه بالبشاميل بطريقتي الخاصه ونشوف ازاي نعصج اللحمه وتبقى المكرونه قدامي خرطه خرطه، يعني اللحمه المفرومه ماسكه نفسها جوه المكرونه، ودي بالتاكيد لها تركيه ولها اسرار. انا مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه بتاعتي فيها شغل كتير، وانا عايز اعمل كل حاجه مع حضراتكم، سواء البشاميل، سواء ان انا اعصج اللحمه بتاعت البشاميل كمان اللي هي المكرونه، وحلاوه الجزر من المطبخ الهندي لها اسرارها وانا بهديها لحضراتكم لانها لطيفه وجميله، وكمان قيمتها الغذائيه عاليه جدا لانها بتحتوي على الجنزبيل، والجنزبيل الطازه، وكلنا عارفين فوائد الجنزبيل، بيحرك الدم في شرايين الجسم، مفيد جدا كمان للمناعه ومقوي للمناعه. او تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف مع حلوى مشهوره جدا في المطبخ الهندي، ولما بنروح على المطاعم الهنديه هنا اللي موجوده عندنا في مصر في كل المحافظات بنلاقيهم مشهورين بيها، بيقدمها لك دايما بعد الاكله الشهيه اذا كانت بالكاري، وخاصه اذا كان الرز البرياني بتاعهم او اللحم بالكاري في الفخاره اللطيفه الحلوه. لا ننكر طبعا المطبخ الهندي له اكلات مشهوره وسبايسي، وعارفين الطعم الكاري مسيطر على المطبخ الهندي شويه. انا هعمل النهارده حلاوه الجزر بتركاتها وجايبها من الهند، مقاديرها على الشاشه: جزر، عسل، جنزبيل، مستكه، حبهان. جزر، عسل، مستكه، حبهان، والجنزبيل الطازه. ولكن عايز اتكلم عن حاجه، مش هو ده الجزر اللي انا هعمل بيه حلاوه الجزر. المفروض في جزر اللي احنا عارفينه بتاع الريف والصعيد الجميل الحلو، بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، الجزر البلدي اللي هو بيبقى العرش بتاعه اخضر كده واحمر منه، بيبقى لون كده بنجر او لون دم الغزال، لون البنجر بيبقى لطيف وجميل، منه اشكال طبعا وحلو. هو دي اللي المفروض يتعمل حلاوه الجزر، فاحنا هنستبدله طبعا بالجزر اللي موجود معانا المتوفر حاليا دلوقتي. ولكن اذا موجود الجزر اللي انا بتكلم عنه هيبقى افضل بكتير، وهو ده الصح، دي اللي معروف عنهم في الهند. هنبدا نعملها مع بعض بطريقتنا دلوقتي سريعا. مقاديرها: جزر، جنزبيل، تاني مستكه، حبهان، واحنا مع بعض كده، وفي الاخر بتحط لها العسل وعصره ليمون. عيب الحلو ده ان هو لازم يقعد على النار يتدمس لمده 5 ساعات اقل حاجه، يعني لازم تقعد على النار لمده 5 ساعات اقل حاجه، وتقعد على نار هاديه جدا لغايه لما الجزر ده يحل زي المربى كده من غير اي سوائل. فايده الحلوه دي ان هي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كمان في الشتاء بتيجي نحط مع بعض فص مستكه وانا شغال. شفتوا الاساتذه المصورين حبايبي في الاستوذ واخدين على الشيف المغازي، حلو. فص مستكه كده زي الفل، ناخد الجزر بتاعنا ينزل هنا كده نار شديده بالشكل ده كده، حلو قوي. جزر يتبشر بالمبشره بالعين الخشنه بتاعت المبشره، ما ينفعش العين الناعمه علشان انا عايز الجزر ده تبان تفاصيله في الحلوه. انا بعمل ايه دلوقتي؟ ببشر الجنزبيل، عشان كده انا بدات بحلاوه الجزر. في العاده الحلو ده بنعمله طبعا او اي نوع حلو بنعمله بعد ما بنعمل الاكل بتاعنا، عشان دي عايزه نار كتير وتاخد وقت كتير، مش اقل من 5 ساعات على نار هاديه. ولكن زي ما عملت انا من شويه، الاول خالص تكون نار شديده عشان الجزر كده والمستكه الاثنين مع بعض. جنزبيل بشر كويس كده اهو، جنزبيل مفيد جدا،
الفريش الطازة ده موجود في أي محلات الفاكهة بتاع الخضار في السوبر ماركت موجود، وبتلاتة تعريفة مش غالي ولا حاجة، عشان ما حدش يقولك يا شيف مش لاقيينه. ده مفيد في أيام الشتاء مع القرفة الناعمة، مشروب تدخليه في الشوربة، تدخليه في الأطباق بتاعتك، أطباق اللحوم، أطباق الفراخ. حلو الكلام؟ أه. شايفين الجنزبيل ده كده؟ أه. الجزر بدأ يهدى أهوت، بدأ يخس شوية. بنجيب معلقة طبعًا، معلقة خشبية ما يعديش عليها لا بصل ولا توم كالعادة، ونقلب كده أهو. أه. شايفين الجو ده؟ أه. ونسيبها من غير مية خالص. أه. على نار هادية. مستكة، جزر، جنزبيل، ونسيب ده على النار كده. وتعالوا نشوفوا اللي بعده. في الآخر طبعا بنحط العسل، وقت ما نيجي نحفظها برطمانات بقى ونفطر بقى الصبح كده تبقى لطيفة وحلو. حاضر عينيا بالشكل ده كده، واسيبها كده يا عم الشيف، أغطيها من غير أي سوائل. العسل ينزل دلوقتي؟ لا، معانا غطا كده، وناخد على نار هادية عشان نستخدم النار الشديدة. زي الفل. تمام، وادي الغطا بتاعنا وخلاها هنا. حلو. من الحاجات بقى اللي لازم ان احنا نفهمها، الحبهان لما نيجي نستخدمه في الحلوى دي بالذات، في نوعين من الحبهان، النوع الاخضر الفاتح والنوع الغامق. يفضل انك تشتري طبعا النوع الاخضر الفاتح، بيبقى لطيف وحلو والتست بتاعه عالي جدا. ده بينطحي الناعم. عينيا، الحاجات اللي بقولها ديت دي اسرار عمل حلاوه الجزر. لازم الحبهان ينطحي الناعم علشان ما يبانش في الجزر ويعمل لنا مشاكل المرار، وربنا يكفينا شر المرار. بينطحن الحبهان وبنحطه على حلاوه الجزر، ونسيبه كده مع الايه؟ مع الجزر على النار يتدمس. الشويه دول حلوين قوي زي الفل. لازم طعم الحبهان يبان في حلاوه الجزر زي القهوه العربي كده اللي احنا بنشربها في السعوديه. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف اكله مشهوره جدا في المطبخ الروسي اسمها استرجانوف بالمشروب. دي مشهوره في بعض المطاعم، كل واحد بيعملها بطريقته، كريمه من غير كريمه. تعالوا نشوف اسرارها بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا الاسترجانوف هنعمله ازاي النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. مقاديره على الشاشه، بصل احمر ابيض مش هيفرق، اهم حاجه ان احنا نقطعه جوليان او شرايح. معانا لحم شرايح، ومعانا توم شويه حلوين محترمين، خمس ست فصوص من الزبده معلقتين، ومعجون الطماطم معلقتين، كريمه لباني نص كوب، معانا مشروم طازه وفريش. طب مش موجود الطازه والفريش يا شيف، نجيب العلب مفيش اي مشكله، نصفي ميته ونغسله. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، ونستعين هنا بمعلقتين من الدقيق اللي هنتبل اللحمه فيها قبل ما نحمرها في قلب الطاسه. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بجيب كسروله زي دي كده، واحط فيها تتبيله اللحمه بتاعه الاسترجانوف، شويه الدقيق دول كده، وبحط عليهم شويه بهارات من البابريكا والملح والفلفل، ممكن نستعين بشويه كركم برضو مفيش مشكله. عينيا، حلو، اللهم صل على النبي. تمام، بنحط دي كده هنا، دي البهارات بتاعه الاسترجانوف، فلفل حلوه، ملح، زعتر، كل البهارات دي يا عم الشيف. اه، الاسترجانوف بيعتمد على طعم والتيست بتاع الصوص بتاعه اللي بياخد كريمه لباني. دول معلقتين من الكاري او الكركم حسب الرغبه. باخد اللحم الشرايح ده يا عم الشيف واقطعه. تعالوا نشوف نقطعه ازاي. ده بيتقطع شرايح كانك بتعملي شاورما. هناخد اللحمه دي نحطها كده مع الدي بالشكل ده كده اهو، ونشيل السكينه والبلانشه بتاعت الدم دي مش عايزينها. طالما قطعنا لحمه، قطعنا فراخ على بلانشه، بنغيرها ونمسح الرخامه بتاعتنا والترابيزه واحنا شغالين اول باول اهو. وناخد اللحمه دي يا عم الشيف، يا نعم، تمام. هناخد كده اللحمه اهوت، بنقلبه في الخلطه دي كده بالشكل ده كده اهو اهو. لازم اللحمه دي تشرب الصلصه ديت او الدقيق ده، التتبيله دي اللي انا حاططها دلوقتي اهو.
وعندي طاسة بتسخن على النار شديدة الحرارة. أنا أحب أشتغل على النار وهي سخنة. المثل الشعبي بتاعنا يقولك اضرب الحديد وهو سخن. لازم اللحم كده يفرول ويتفلفل مع الدقيق. جالنا سؤال دلوقتي من على السوشيال ميديا، ايه نوعية الايس كريم اللي هنستخدمه مع حلاوة الجزر؟ هو المفروض ايس كريم فانيليا. الشوكولاتة ملهاش مكان بيننا مع حلاوة الجزر، واي اطعمة تانية ملهاش مكان بيننا. ليه فانيليا يا عم الشيف؟ بيضة حلوة كده عشان تظهر حلاوة الجزر وتظهر الحبهان اللي في حلاوة الجزر والمستكة والعسل اللي هنحطه على الجزر دلوقتي. ده المطلوب. اللحم ده بالشكل ده كده اهو، عشان هيتحمر في قلب الزيت دلوقتي اهو. حلو قوي. عندي هنا بقى طاسه سخنه جدا، بحط فيها شويه زيت بالشكل ده كده تمام. واخد اللحم ده اسقطه في قلب الزيت تحميره حلوه كده. معلقتين الدقيق اللي انا تبلت بهم اللحمه بضرب عصفورين بحجر واحد. يعني ايه يا عم الشيف الكلام الحلو اللي بيوصل لنا بسرعه ده؟ ده اللي هيديني قوام للصوص بتاعي بتاع الاسترجانوف. واقلب كده زي الفل. اكله سهله جدا اخواننا الروسيين حبايبنا. نعم يا ست الكل. لا لازم تتقطع شرايح. حلو. جالنا سؤال دلوقتي على السوشيال ميديا، ينفع نقطع من اللحمه دي مكعبات بدل ما هي متقطعه شرايح كده؟ لا، هي المفروض تتقطع شرايح. ودايما انا بقول بنعمل اكله من مطبخ هندي، مطبخ ماليزي، مطبخ طلياني، اي مطبخ من المطابخ العالميه، نحترم الشعب ونحترم الاكله ونعملها بالشكل وبنفس الطعم. بعمل تبوله يبقى لازم بقدونس، ما ينفعش كزبره ولا كرفس. بعمل لحم استرجانوف يبقى لازم شرايح. هتقطعها مكعبات دخلت على سكه كباب حله بقى وكويزات وكباب وكفته والجو اللي احنا عارفينه. ولكن لو قطعتها مكعبات مش هتقول لا. حلو الكلام؟ اه. هنشيل الحاجات دي كده اول باول. انا بحب مطبخي رايق من البدايه كده عشان اقف رايق. اللحمه هنا بتستوي، هنسيبها تستوي كده لان لها تكمله تاني مع بعض. معانا مشروم طازه فريش هيتقطع طبعا شرايح ونضيفه في الاخر خالص. هننتقل دلوقتي لعمل المكرونه بالبشاميل. نشوف ازاي نعمل مكرونه بالبشاميل اللي احنا ممكن نتسال السؤال ده لعمر طويل جدا، يعني كل يوم نتسال مكرونه بالبشاميل يا شيف مغازي. مكوناتها بشاميل ومكرونه ولحمه مفرومه، ولكن الخبره الطهويه لست البيت والام والاخت اللي بتعمل المكرونه بتبين عضلاتها هنا جوه المطبخ. تقول لك والله يا شيف بحط كريمه لباني للمكرونه، والله يا شيف بس المكرونه نص سوا، والله بعملها بلحم ضاني، وهكذا. المقادير على الشاشه. مكرونة بينا لحمة مفرومة هنعصجها مع بعض دلوقتي، والمكرونة هنا هتتسلق نص سلقة، مية المكرونة هتشارك في عمل البشاميل اللي احنا هنعمله للمكرونة بتاعتي. هستعين بالجبنة الموزاريلا والتركية بتاعت الشيف المغازل اللي متعودينها دايما، اللي هي بنحط بيضة مع قليل من الجبنة الموزاريلا ومعلقتين بشاميل بنقلبهم مع بعض الثلاثي اللطيف ده كده وبنحطه على وش المكرونة. حلو الكلام؟ زي الفل. هنبدأ ان احنا نعمل البشاميل مع بعض. معانا اتصال يا فندم. مين؟ يا حاجة سوير ازاي؟ صباح الخير يا صباح الفل. ايه الحاجات الحلوة اللي بتعملها لنا دي والنظافة، وبشكرك على كل حاجة بتعملها والله وعلى وقفتك معانا. الله يبارك لك، أنا خدامكم يا ست الكل. ربنا يخليك. أنا ليا الفخر إن أنا على تلفزيون بلدي. إحنا طبعًا أنا أكتر حاجة بسطتني إن أنت على تلفزيون بلدي. الله يبارك لك، الله يبارك لك. أنت من محبين البلد. الله يبارك لك يا ست الكل، لينا الشرف. ربنا يخليك يا حبيبي وربنا يا رب يكرمك. أنا ست كبيرة وجدة والله. خدامك خدامك، أنا معاك أهو. ربنا يخليك، أنا بشكرك بس والله، وبشكرك على وقفتك وعلى نظافتك وعلى حبك للوطن. أشكرك يا ست الكل، ده أقل حاجة ممكن نعملها. دمنا في ده للوطن يا ست الكل. أشكرك يا أم، الله يبارك لك. هو إحنا بنعمل حاجة؟ احنا نشتغل بس، ربنا يكرمنا. دي مكافأة الوطن، نشتغل. دايما اقول عين ميم لام عمل. شايفين الدقيق بيتحمر هنا في السمنة البلدي او الزبدة اهو بالشكل ده كده اهو. تركية المغازي دايما في عمل البشاميل شوية الزعتر. ليه زعتر يا عم الشيف؟ بيدي فليفر حلو قوي للوايت صوص بالذات لو كان بشاميل مع مكرونة. الزعتر ده كده اخده اهو. انا بعمل ايه؟ بفرح اول لما بشوف الزعتر ده كده، حتى ايدي بحب اخليها تقرب كده مني علشان اشم ريحه الزعتر البري ده، بتبقى لطيفه وحلوه. حلو الكلام؟ واشيله كده على جنب.
ده فريش وكسر ونقلب كده. اه يقف في المطبخ بقى زي ما انا واقف كده، كل حاجه بتتعمل على النار، اللحمه بتستوي على النار، البشاميل اللي بعمله على النار، معايا ميه بتغلي هسلق المكرونه. نطلع فاصل. طيب حاضر، هنحط شويه ملح هنا زي الفل، ونحط شويه زيت زيتون لسلق المكرونه وانا شغال. يلا حلو الكلام كل ده. وانت انا عايز اعلمك في المطبخ تقفي كده زي ما قالت الست ام كلثوم كوكب الشرق، واثق الخطوات يمشي ملكا. انت واقفه في المطبخ ملكه اهو. ملح، زيت، ممكن زيت ذره، زيت زيتون، زي ما انت عايز. المكرونه هنا هتتسلق نص سلقه اهو. يلا حلو الكلام. ليه نص سلقه يا شيف؟ هناكلها نيه ولا ايه؟ لا، ما انا عايزه تكمل سوا في الكاسرولة بتاعت البشاميل للمخرج بتاعي الجميل شفيقه جبالي. الكاسرولة اللطيفة دي اللي معانا دي مهمة جدا على فكرة. ايه اللي انا عملته فيها؟ خدتها كده دهنتها سمنة او زبدة، وحطيت فيها بقسماط ناعم. ليه بقسماط ناعم يا مغازي؟ علشان لما المكرونة دي تستوي بعد كده نقطعها من قلب الصينية تطلع خرطة خرطة، ويرجع تحتها كده زي الفل التغليفة بتاعتها كريسبي بواسطة البقسماط والسمنة او الزبدة اللي انا داهن بيها الصينية. اهي اهي هنجيبها كده للساده المشاهدين. اهي تركايه من التركات بتاعت الشيف المغازي. دي الكاسروله اللي انا هعمل فيها المكرونه بالبشاميل. بجيبها بايركس ازاز او الصينيه اللي عندك، بندهنها سمنه ونحطها في الثلاجه، وبعد كده نحط البقسماط عليها ونسيبها زي ما هي كده، ونحددها بالشكل ده كده ونخليها جاهزه. اهي حلو الكلام. وشغال في البشاميل، بحمص الدقيق. انا من اللي بيحبوا تحميص الدقيق لما نيجي نعمل البشاميل. ليه يا مغازي؟ علشان ما يلكمنيش وتبقى البشاميل مستوي. اه شميت رائحه الزعتر اللطيفه مع تحميرته في الزبده والسمنه. شفت وانا شغال في المطبخ؟ اه بتعمل ايه يا شيف؟ بقلب اللحم في نفس المعلقه. اه لحمه استوت زي الفل، بدات اهي. اه بنفس المعلقه. ينفع يا شيف؟ اه مش هتقول لا، ما هي المعلقه دي هتطلع من اللحمه تخش على البشاميل، وتطلع من البشاميل تخش على اللحمه، مش هتتاثر باي حاجه. اللحمه بدا لونها يتغير من الاحمرار اهو. هنزل عليها بالبصل دلوقتي الشرايح زي الفل. معانا حليب، نعمل شويه بشاميل حلوين كده. اللهم صل على النبي اهو. يلا 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 اهو تمام. هنزل الدقيق ده كده وبالمضرب بتاعي بقلبهم سريعا زي الفل. كل ما الحليب يسخن على النار كل ما يديني القوام بتاعه. اه اه وانا شغال هنشوف قوام البشاميل دلوقتي واحنا شغالين. اه تقل معايا، بستعين بشويه شوربه من سلق المكرونه. ده المطبخ. اه مكرونه هنا زي الفل، وخلي بالك في كنترول هنا. لما تكون حاطه ملح لسلق المكرونه تعملي كنترول في الملح اللي بنحطه على البشاميل كله على النار. انا هطلع فاصل دلوقتي، بس خلونا قبل ما اطلع فاصل نبص على الهند كده ونمس على الشعب الهندي باشهر الحلويات عندهم، حلاوه الجزر على البوتاجاز على النار. ما تنسيش حاجه، اوعي المعلقه تيجي بالغلط بتاعه البصل او الاسترجانوف او التوم. نقلبها كده اهو. هطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف للمطبخ اسرار، يعني رؤيه، يعني فن، يعني ابداع. الاسترجانوف قوامه من قوام شويه الدقيق اللي انا تبلت اللحمه فيهم قبل ما احمرهم، هما النتيجه. شايفين القوام؟ مخرجنا الجميل الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. شايف الاسترجانوف والقوام بتاعه، التست والطعم. اه اه روسي، من المطبخ الروسي ولكن بخفه دم مصريه. نيجي للايه يا عم الشيف؟ للبشاميل، مكرونه البشاميل اللي احنا المصريين شاطرين فيها. ولكن ده ما يمنعش ناخد تريكاه من الشيف المغازي. قوام البشاميل بالشكل ده كده اهو، ونجيب القوام اهو اهو بالشكل ده كده. ريحه الزعتر فيه، التوابل فيه زي الفل. لحمه متعصجه على النار اللي هو البلونيز اهو، اللي هو المعصج اهو. خد صوص طماطم، معلقتين معجون طماطم. كان عندنا شويه لحمه في الثلاجه فيهم لوز،
عشان يبقى صباحنا لوز، يعني اوميجا 3 يعني نقوي الذاكره. اه نيجي لحلاوه الجزر اللي المخرج بيسالنا عنها راحت فين. خلاص خلصت. انا عايز حضراتكم تشوفوها اخراجيا في الاخر. فين الميه؟ ما فيهاش ميه، انا مش حاطط ميه خالص. الجزر اهو اتيبس اتدمس، كلمه تدميس جايه من الفول لما يتدمس. هنا حلاوه الجزر اتدمست اهيت من غير اي سوائل، فيها طعم المستكة، فيها طعم الحبهان اهو. عينيا هنحط العسل عليها يا عم الشيف بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. نعم، اي نوع عسل، وارخص انواع العسل عندنا في مصر، ولكن اغلى انواع العسل قيمه غذائيه عاليه جدا. عسل زهره البرسيم خير ارضنا اهو، موجود في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. زهره البرسيم يا عم الشيف في متناول الجميع. وعملنا حلاوه جزر لطيفه، ناخد الجزر ده كده بعد ما لمه بالعسل زهره البرسيم ده كده، واللي ياخد معلقه من الحلاوه دي هيدعي لي اهو. يا سلام لو فطرت بيها الصبح جوزك كده قبل ما ينزل على الشغل اهو، طول النهار هيتدوا فاكرك. نعم، لا دي ما تاخدش اي مكسرات خالص. لو حابين نحط لها للامانه يعني شويه لوز، شويه صنوبر، دي طبعا تبرد بنحط معاها الايس كريم. دي تقدميها مع الايس كريم كده تبقى لطيفه وجميله، او في المطبخ الهندي بيقدموها سخنه مع الايس كريم. بس انا دلوقتي لو حطيت الايس كريم دلوقتي على الهواء هيصيح مني، خلوا بالكم. الايس كريم معانا اهو زي الفل، والمعلقه بتاعته اهيت اهو. تمام، حلو الكلام. كده فهمنا التفاصيل ديت. نيجي بسرعه كده نغرف الاسترجانوف بتاعنا. جاهز كمان. زي الفل. نجيب طبق التقديم للاكله بتاعت الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي، والله جاي على بالي اغرفه هنا. والله بالنسبه للمكرونه احنا ووقتنا، احنا معانا ربنا ان شاء الله هنلحق نعملها. الاسترجانوف هنغرفه هنا كده بسرعه. اللهم صل على النبي. جاهز يا عم الشيف؟ جاهز. ناخده كده واخد عينيا اهو. شوفوا شويه الاسترجانوف دول كده ومنزلين في الايه؟ في الطبق اهو. بيتكلموا مصري، خف الدم مصري اهو، القوام بتاعه وجماله اهو اهو. يا ويلي، خد كريمه لباني ما ياخدش اختياري. معايا الكريمه اللبانه هحطها على الوش كده جارنش برزنتيشن يعني من الاخر. اللهم صل على النبي اهو. واكتب لك على اوراق الشجر اهو اهو. يا ويلي، خلونا طبعا حلقتنا النهارده سريعه ولكن لطيفه، قدرنا ان احنا نستفيد منها. ولكن كالعادة المصداقية شعارنا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري. أنا معايا مكرونة بالبشاميل هنطلع بها بكرة، المكرونة مسلوقة نص سوا، البشاميل خلاص جاهز، اللحمة متعصجة، هطبقها مع حضراتكم بإذن الله وإن شاء الله تعالى بكرة مع بعض. عملنا سرجانوف بيخف الدم مصرية من المطبخ الجميل أهوت بالشكل ده كده، وعملنا كمان حلاوة الجزر بنقدم معاها آيس كريم لطيف وحلو. يعني نقول رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.